قرات قصه اليوم قصه مضعضعه ايوا دابا اجي نقول لكم شطره ليا البارح لعب سيدي لعبت بواحد الحلمه شوف انا عارف ان معظمكم كتفهم ديك الحلمه اللي ما كتفهمهاش نعم البارح لعب سيدي عرضوا علينا دار جدتي نعم مشيت عند دار جدتي طلعنا وكلي بس حلحتي ما حبس هاد لا جي نقول لك بالسالات والواعر عمر بالسالات انا الشيء علاش دابا قلتها قدامك ان الحلمه سالات فعتيني من فوق داك السطح ومت شكرا عمر حقاش قتلتيني البارح وبلاتي فاش مت شنو فيقني فيقتني مكالمه صمت لي في ودني كنهود ماشي في دروج جداتي كنهود في دروجنا دروج ديال دارنا فاش كنهود من دروج ديال دارنا كنحل الباب شنو كنلقى قدامي حرب وبلاتي نكمل لك اقسم بالله ما كنكذب فاش كنقول قدامي حرب كنهرب كنلقى راسي وصلت للسطح الفوق كيفاش انت ميت وصلت لك المكالمه ما عرفتش ما عرفت سبحان الله وبهذا كنبغي نقول لكم كتبوا لي انا في الرسائل الاحلام ديالكم اللي صادفاتكم شي نهار ما فهمتوهاش شي حلمه حلمتوها وما فهمتوهاش يعني قلتوا او ماي جاد Everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, "Hey, here's to the ones that we got." وجينا دابا نديرو مساج. عقلنا بعدنا كده يعني. المهم غنديرو مساج دابا. يلا. أنت فهاد اللقطة شينا كنشوفو بحال بدر هاري غيدار مع الريكو. لا أنت. فردة واحد فردة جوج فردة دوم شافوا ستوريتي وتبعوني تبارك الله على شعري منور هود اخويا هود راه سالينا عرفتي مورا هاد المساج كنحسو بواحد الراحة خويا واحد الراحة عرفتي راحة عرفتي بالزوين حمام مغربي دابا جا وقت الحلاقة ما كتشوفوش شعري هاكا مخربق هادشي كامل غيتقاد في ثلاثة جوج واحد يلا وهذه هي النتيجه النهائيه علاش حسنتي رايده بالليل تشوفوا ستوريات ديال غدا علاش حسنت المهم نستناو غدا تصبحوا على خير يلا هاك تخلص نعم سيدي هاك تخلص شنو قطع ما سوقيش قطع وقطع شحال تقطع درهم صافي دابا هاد السنه كامله بدرهم راك عليك حلف بالله تقطع درهم هاي ها 1000 درهم عمر 1000 درهم عمر 1000 درهم عمر والله ما كنضحك قطع لي 100 دولار عمر انت واش محسن نيمار واش تمريض ولا ما والله يرجع لي 1000 بلاتي ستوري جاي اقسم برب الرحمن ها وخشي يلا دابا خلص لي دابا بلاكار شنو هي دابا تخلص بلاكار والله تنخلص بلاكار دابا انك واخا هكاك يعني واخا عجبك المحل خاصك تخلصه والله تنخلص مالا تغلبني الخلاص انا عمر كي جاتني حسانه صراحة أنا مفاجئ ومنبهر كيفاش انبهرتي نعم كيفاش قدر شي واحد يطلع بديك راضي بالطريقة عند من حسنتي عند بالبيرس كولابوغاسيون ما دفعش الثمن مشا فابور لا تبعت اش تبعت اتبعت ها وبعد مدة طويلة على السياقة كنقدر نقول لكم دابا رجعت نسوق حقاش شحال هذه ما كانش يمكن لي ندورها وجهي هكا ولا هكا فاليوم عندنا برنامج طويل غادي نشوفوا هادشي كامل فين ستوريات وأخيرا غادي نقدر نسوق يلا تنخسر معاك الف درهم ديالي تحط دابا سكوت عثمان ماشي صدقه هادي راه زكاه هادي الف درهم ولا تنخلص مالا تغلبني الخلاص انا يا بعد ما خدينا اللباس اللي غادي تكون فيه اليوم شي حاجه غنمشيو باش نصفو الشعر ديالنا باش يطلع داك الشيء مواح كبير مواح كبير لا بارك المهم اول خطوه درنا في هذا النهار اللبسات هنا عند من عند من عند من عند من عند من عند خويا السماحي غنطلعوا الفوق غادي نلقاو انستغرام ديالو كلشي هنا دخلوا عندو قول لي هادشي اليوم كنحس بالبرنامج عامر كنحس ان كندير شي حاجه في حياتي وجينا دابا عند خونا السماحي شنو دار لنا السماحي شو اللي صدمتكم دابا انا عارف راني صدمتكم ولكن هادشي كامل السماحي الله يحفظك اخويا السماحي اخر مره شفتك امتى العرس ديال مريم اخر مره شفتك العرس ديال مريم هذا شوف هنا اه شنو ما ندير ستوري زعما شوفوا كيفاش كيتكبر عليا شوفوا الناس كيفاش كيتكبر عليا شوفوا الفيديو اهداء لمن؟ ريس الأمازيغ
لاباس عليكم، هانين كلشي لاباس. اول حاجه بغيت نشكر كاع الناس اللي صيفطوا دي ميساج، اللي داروا دي ستوريز، اللي مازال غادي نحطهم عندي. شكرا لكم على الدعم ديالكم، شكرا على كلامكم زوين، فرحانين بزاف بالاراء ديالكم، فرحانين بالتحمس ديالكم بكل شيء. مبروك علينا التوندونس في المغرب وفي جميع الدول العربيه، يعني كاينه اون ليست كبيره اللي طلعنا فيها توندونس الحمد لله في بلدان غير المغرب. فرحانه بزاف بهذا الشيء. وثاني حاجه اللي فرحتني بزاف هو ان الكليب ديالنا خدا الرتبه 12 عالميا، يعني صافي بليزير انه الكليب ديالنا يكون ضمن اغاني عالميه ومع فنان يعني فنانين عالميين. On vous aime, merci beaucoup, love you all. هجوم في الدايركت، كلشي كيقول لك رجاء نسيتي البلد ديالنا، منهم الجزائري، منهم موريتاني، منهم ليبيا. وحاجه اخرى، المرتبه العالميه اللي وصلنا لها دابا 11. واو، في طوكسي ضربني بريده وهابي الصباح، باقي مأثر عليا، كنحس براسي مبوقله. خاصنا لا فيستا، خاصنا الحيحه، عرفتي كلهم خرجوا، بقيت انا في الدار. عباد الله راه الحب يا وسلام سلام. ولا شلي تبغي جاي تبدل وين اقص الكلام، واللي بعد شريف خلي ولينا نشوفو ساكتين القلوب تايها وزمان صعب، معروف نصر الامال وحتى السعد مازالنا كتاب. ويا اللي تلام ولينا نشوفو ساكتين القلوب تايها وزمان صعب، معروف نصر الامال وحتى السعد مازالنا كتاب. هواك هواك عباد الله، اش هاد الحاله ولا ايه؟ وهذا الشيء اللي كاين صراحه ما كانش كتبان فيه صحراوي، كنني لبست اللبس ديالي يا وليتي صحراويه، والله يوني بيك، يا وني بيكم والله. لا وسهلا ومرحبا. دابا عاد باش اللي قلت شي واحد صحراوي يقول لي اه صحراويه، دابا خاصك تعطيه لي ماما سعاد. وراهو عندك؟ لا عطيه لي، ماشي تقول لي راه هو عندك. لا 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 ما بغيتش نقول لي عندك. صراحه حتى هما اللي دابا كنخرج غتخرجي بيه. انا صحراويه ولكن ما عمرني مشيت للصحراء، ما عمرني مشيت لبلاد ديال باب. ماما سعاد ماشي صحراويه شرغينيه ولكن ماشيه للصحراء، وكتعرف كلمات دابا غادي تعلمني. يا اهلا وسهلا ومرحبا. اهلا وسهلا ومرحبا، يا وني بكم، يا وني بكم. فراشك مبشور، فراشك مبشور. معنا كيفك حالك؟ شحال التركه وشحال الطفله وشحال هادو ملي كيبقاو دغيا دغيا ما كتفهميهم. صعيبه صعيبه ولكن عجبني اللبس والله الا غزال. اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا ومرحبا. غني غني الاغنيه تاع رجاء. وما كذبوش اللي قالوا لا ثقه في انياب هاد الناس، فيك قلالو البنات كربو الغراب. صباح النور. شكرا حبيبتي، كنموت عليك فاتي. البرنامج ديال اليوم شنو فيه؟ فيه جمال. جمال اليوم شنو غنديرو؟ شوتين واعر شي حاجه صداع طوب. يلا شي نوريكم بعدا دوره في الاستوديو اللي غنصوروا فيه، غنصوروا هنا يعني تشوفوا شي حاجه نضا. تسناو الشوتينغ. سلام البنات، اليوم جبت لكم وصفه ديال الشعر، بما انهم متبعيني بزاف البنات غادي نبدا نجيب لكم وصفات الشعر واللابو ان شاء الله. خليكم معايا.
ترجلوا معنا ما عرفت.